النساء البابليات كان يعانون من مشكلة انهم ما يقدرون يدخلون للسينما العراقية القديمة. سمعت البنية من تروح للسينما تكون ضايقة عليها. الافلام متزامنه ويا الافلام اللي تنعرض بالدول الخارجيه. فرق انه انت تقعد بالبيت بتليفونك وحدك، ممكن يكون ملل الموضوع، مو مثل انه انت قاعد بقاعه سينما وتلقى هوايه ناس، اجواء ظلمه. قبل الانترنت كان ماخذ عقلنا يعني كلنا نباوع بيه، بس بالعكس من فتح السينما كنا دائما نجي. فرحنا فرحه مو طبيعيه، يعني قمنا نسوي منشنات صديقاتي وهيك شيء. قمنا كل اسبوع نجي لانه مكان تغيير جو بعيدا عن السواقه والفرفره وهاي. الافلام الرومانسيه والافلام الاكشن بالسينما تصير حلوه، لانه اجواء العرض مالتها، المساحه، انه الشاشه كبيره، المؤثرات الصوتيه. من فتحت السينما العراقيه قدرنا انه نطلع نشوف الافلام برا، كلش حلوه.